اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني الأعزاء، اليوم بدنا نتكلم عن ديرة العزيز هشام صالح من أهالي جرصان، عايش بالدنمارك. يعني تكلمنا على أوضاعهم هم وأوضاعهم، طبعا هذا لقاء ثاني إن شاء الله. إن شاء الله هسه شوية هو ينضاف. ألو. نعم أخوي. أخوي شلونكم؟ إن شاء الله. الحمد لله. شلونك قلبي؟ شلون صحتك؟ طبعا انا ما ابين على الشاشه، فمن اسلم بس بيدي لك. سلامي لك. وعليكم السلام ورحمه الله. سلام للجميع. صوت زين الصوت؟ والله صوت كله زين، وعاشت ايدك. وحبيبي شكرك من تجمع اهل جصان وتجمعكم. الشكر الشكر لكم، الشكر لكم حبيبي. سلام ورحمه الله والديكم، والله يحفظها عندنا في جصان وبالعراق ويستر عليكم حبيبي. الله يسلمكم ويعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله ويوفقكم إن شاء الله. أقول لك اليوم خير من الله. عندنا شمس، درجة حرارة تقريبا 5-6 عندنا. نعم. خير من الله. يعني شنو 5-6؟ يعني 5-6 درجة حرارة، يعني عندنا عيد وعرس اليوم. يعني 5 فوق الصفر، يعني لو جوا الصفر. لا لا، فوق الصفر، يعني شمس عندنا طالعة شمس، يعني ثلج راح صار عندنا. ايه. شفتكم ثلوج، رسلت لي صور ومقاطع يعني. ايه. نعم. كان عندنا ثلوج وعواصف مع الثلوج، وهي تعرف بعد اوروبا هي ايام الثلوج. ايه. نعم. وهسه هسه انا على الكورنيش، على الكورنيش مال الكود. وخرابت الشكرة. خرابت الشكرة، ريحتها طيبة يا أخوي، ريحتها طيبة ويا الطيبين. الله يحفظك. الله يسلمك. وشوف حبيبي سلام، شنو المجهود هذا؟ المجهود تسويه عالمي هذا المجهود. الله يسلمك. الله يسلمك أخوي العزيز. الله يحفظك. الله يحفظ الجميع. نعم أخوي هشام. ها قلبي، ها قلبي. اسألي أول شيء عن الوضع الصحي يمكم، يعني إصابات كورونا، شنو التفاصيل الجديدة؟ يعني شوفوا احنا عندنا يعني هسه بالدنمارك لقوا يعني الحالة القديمة هي كورونا، بس نعم. صار اجت نوعيتين جديدة، واحدة من بريطانيا. نعم. واحدة من افريقيا، هم سموهن اثنين موجودات. همكم يمنا اي، صار ثلاث انواع. اي. وبالنسبة للفحوصات، يعني الدنمارك تعرف الدنمارك ما اعرف، يعني هم بلدان متطوره من ناحيه الصحه، ولا قاموا يجبرون الشعب مالتهم يفحصون مرتين بالاسبوع. مرتين. نعم. يفحصون. نعم. بالاسبوع، والفحوصات كلها يعني ببلاش على الدوله، تروح تفحص مرتين بالاسبوع. زائدا الدوله كلها قافله، يعني كلها قافله، يعني بس السوبر ماركتات والدكتور والمستشفيات فاتحه، ماكو بعد شيء فاتح. والله ماكو، يعني مثل هشام. طلع لنا مناظر واحكي، طلع لنا مناظر يمكم واحكي. هاي هذا لنا مناظر واحكي. اي هذا. نعم. هذا النهر هنا عندنا، شو اسمه، هاي المعامل مالت القزاز ومعامل مال الورق. نعم. هنا المعامل مال الورق، وهذا المي البحر يوصل شلون للنهايه ويوقف. اي، لان هذا مثل هذا مثل الميناء. والله غنيت انه ما جبت لنا خبز. شوف هاي البشه، شوفها ايه اشوفها. اي هاي لو يمكم كان الكسريات بلشت علي، يعني لو يمكم كان الفشق اشتغل علي. اي والله. ها فشوف هذا الشعب هنا، الشعب هنا ما يطلع للسوبر ماركت. الشعب ما يطلع للسوبر ماركت اذا ما محتاج شيء او محتاج شيء مهم، وقاموا يسوقون عن طريق الانترنت اكثر شيء. اي توصيل للبيت، يعني توصيل للبيت، يعني المواد الغذائيه، اللحم، الدجاج، كل شيء يجي للبيت، يعني ما يحتاجون عن طريق الانترنت يحجزون. وتلقى المدينة فارغة، الشوارع فارغة، كل شيء، بس يما يعني هنا بالجو برا، يعني على الكورنيش بالغابات مسموح لك تطلع، مسموح لك تطلع. اي التجمعات ما يريدوها، اكثر من خمس نفرات ممنوع. نعم.
اي ها ممنوع اكثر من 5 اذا تحب تمشى ان شاء الله تمشى واحكي على مود تشوف المناطق اللي يمكم يعني تمشى واحكي حبيبي حبيبي هاي يمكم انا راح هو هذا علمي انا جيت اليوم لان نعم شوي نعم. الجو حلو ونشوف البنايات نشوف يمكم هذا الميناء الشغلات يعني هم هذا هذا المعمل مال ورق تعرف الورق منين يصنعوه اخويا سلام ها نعم. من الخشب يمكن ها نعم ومن ناحيه الفحوصات شوف الفحوصات هسه كم لنا الوضع الصحي الفحوصات راح يفحصون نوعيتين جديدة تكرم يعني من البلغم من البلغم التفادي ايه. ها ومن الخشم ومن الخشم راح يشغلون ذن الفحوصات اثنين قبل منين من الحلق هسه لا من التفال والخشم اثنيناتهم راح يختبرون من هاي لان يردون يعرفون وين هذا عالق الفيروس وين مشكل نعم أبي خطورة ايه. هذا الفيروس مثل الأول مثل السابق مالها أبي خطورة يعني والله هذا النوع الثاني البريطاني إنه ينتشر بسرعة وبسرعة ينتشر يعني أكثر من ذاك بسبعين 70-80% إحنا نقول إنفلونزا بس هو لها خطورة يعني على الوضع الصحي يعني إنفلونزا أنا متضايقون أبر خبر أبو عبد الله شوف هو اللي عنده مناعة قوية ما ي... نعم هو جاي ناس بالدول هنا يخافون على الناس الكبار بالعمر الناس المرضى سكر ضغط كذا يخافون عليهم مناعتهم قليلة اي مناعتهم قليلة وعندهم امراض مزمنة فينطوهم هسه تقريبا 90% لقحوهم كلهم هنا بالدنيا اخذتوا الجرعه الاولى من اللقاح هسه اخذتوا الجرعه الاولى من اللقاح تقريبا ذاك اليوم شفناك يعني شوف. أنا لين على وزارة الصحة أخذت الجرعة الأولى وبعد يوم 17 بالشهر اللي يجي أخذ الجرعة الثانية والله وعدنا حوالي تقريبا 3-4 لقاح من الروسي والأمريكي والألماني والسويدي بس أنتوا شو أخذتوا يا هاي النوع أنا أخذت السويدي لأن أحب السويدي سويدي بلاش على نفقة الدولة غير بعد كله على نفقة الدولة الاختبارات على نفقة الدولة اللقاحات على نفقة الدولة ما تدفع الدرهم لأن أنت تدفع ضريبة سلام من تدفع ضريبة بهذا البلد وبكل بلدان اسكندنافيا بأوروبا أنت عندك المستشفيات ببلاش الدكاترة ببلاش المدارس ببلاش هاك هاي يعني شوارعهم نظيفة كل شيء ببلاش عندهم لأن تدفع ضريبة من راتبك وتدفع ضريبة من أبو زيد ولا أقاطعك أبو زيد يعني ولا أقاطعك أنت تطلق راتب يعني يكفيك وزايد وتقدر تدفع الضريبة يعني غير هيك طبعا ماك واحد ميت من الجوع يعني أنت تدفع الضريبة يعني شغلة بسيطة عندكم يعني شغلة زايد. يعني شغلة هم الدولة يعرفون يعني يقيمون العمل مثلاً يعني مثلاً أنا أشتغل على وزارة الصحة هيك مبلغ عندي نقابة مال وزارة الصحة كل شغلة لها نقابة مثلاً نقابة المعلمين نقابة وزارة الصحة من يشوفون الراتب قليل للمعلم نقابة المعلمين تسوي مظاهرات واحتجاج على البرلمان إنه هذا الراتب ما يكفي نعم وكل نقابة تشتغل العمالها هاي القوانين هنا بالدنمارك والضريبة والما عندهم شغل وعمل هشام والما عندهم شغل وعمل لما لهم نقابة ايه الدولة متكفلة بدفع ايجاراتهم ودفع فلوس لاطفالهم ودفع فلوس لاكلهم وشربهم بس نعم. بس يعني ما يصيرون حالتهم مثل حالة يشتغل مثلا بس ما يموت من الجوع وما يحتاج أي شخص هاي أهم شيء يعني كرامته محفوظة تعرف شلون نعم. يعني من الدولة الفلوس تجي من الرعاية الاجتماعية نعم أي زين زيد بالنسبة لذول المو موظفين الكسبة يعني شلون إحنا بالعراق كسبة عندهم محلات عندهم شغلة هاي شلون يعالجوها غادية أنا أقول لك يعني هسا أنا أقول لك عندي أصدقائي عندي أصدقائي ثلاث حلاقين مثلاً ها
نعم. هسه بهاي الظروف قفلوا محلاتهم. اي ف الدوله سوت لهم، الدوله اعطتهم يعني قبل ما شلون تقول، قبل ما تقفل المحلات يعرفوهم ايش قد يدخلون بالشهر، لان هاي الفلوس من تدخل لك بالحساب مالتك الدوله تعرف منين داخله منين طابه منين جايه من هاي، ماكو جو العبايه. يعرفون مثلا محل الحلاقه كان يطلع خلينا نقول 10,000 دولار بالشهر بالشهر. اي كان يطلع. هسه الدوله من قفلته تعطي تقريبا تعطي تقريبا 9,000 دولار او 8,000، يعني 80% من 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 المحصول مالته او الفائده مالته من كان. اي اي يعني يطو حوالي 8,000 دولار يعني هسه عندكم محل بجصان مغلق مال حلاقه، الدوله تعطي 8,000 دولار مثلا اذا كان يدخل 10 مثلا، اذا كان يدخل 10 بالشهر تعطي 80%. اي 80% وهو قاعد بالبيت حبيبي ما يطلع، ممنوع عليه يطلع. اي اذا راح فتح المحل، ها اي اذا راح فتح المحل يتغرم حوالي 150 دولار على اقل فتحه، يعني على التبسيطه مالته غير. اي على التبسيطه اذا اجى ولقوه فاتح تتخلى البوليس يعطوه غرامه 150 200 دولار ويطلعون. وثاني يوم هم نفس الشيء، اذا فتح هم تجد عليه البوليس يغرموه 200 دولار ويطلعون. هاي القوانين هيك. نعم القوانين هيك. هاي شوف البطاط ذني شلون نايمات مرتاحات بين تشريب حلو. عندنا مناظر يمكم طبيعيه شوي، اجواء حلوه يمكم. وعلى الاسف ماكو ثلج. الثلج ما عيل الحمد لله. اقول لك شوف البطاط ذني الخضرانات. والله اشوفهم جاي اشوفهم. خوش بين تجربه ها؟ والله خوش بين كم طلقه بالكسريه. هشام احنا من زورك نيابه انا يم الامام، هاي من قبه الامام ابن كاظم، هاي زياره نيابه عنك وعن حالتك. رحم الله والديك. اشكرك الله يحفظكم نيابه عنك وعن حالتك. الله اخويا سلام هنا. شوف هنا الدوله هنا الحزب عندنا حوالي 10 احزاب، حزب يشتغل للشعب اكثر من حزب الثاني، حزب عينه على الثاني شلون يبوق شلون هاي الاحزاب هم يعني بيناتهم واحد يفضح الثاني، واحد يشتغل للدوله يعني اكثر من الثاني. يعني قصدك يتنافسون على مصلحه البلد الشعب، على مصلحه البلد وعلى مصلحه البلد ما لهم شعبهم. نعم اي يعني طبعا هشام ولا وقت حديثك شويه، جماعه هواي يسلمون عليك جاي هنا بال الله يسلمهم بال... الله يحفظكم قلبي رحم الله والديكم. اي الاخوه الاعزاء ثامر جلال وجماعه وغسان كاظم صالح وهواي من الجماعه. يوني غسان اشكرك ثامر رحم الله والديك، ابو حسين الجماعه الله يحفظكم قلبي، جماعه هواي ابو احمد هواي هنا ابو حسين يمنا هواي جماعه الله يسلمهم ورحم الله والديكم حبيبي. هم بابن ولايتهم هم وين ما كان، بامريكا بالدنمارك بريطانيا. والله خويا ما يحتاج واحد، ما يحتاج يعني شو نقول، ينقطع لو يتكبر، لو هي مو بعيده اوروبا مو بعيده على العراق لو على اي نعم اي بس احنا خلينا بالوضع الصحي اليومكم. هسه بالوضع الصحي خويا الحمد لله، يعني حوالي اصابات عندكم هسه اصابات ايش قد عندكم؟ يعني بين 1500 2000 كلهم دول الاصابات، ها عندنا حوالي 10 على الاجهزه. اي ها على الاجهزه والمستشفيات فارغه والبلد يعني شلون تقول رئيس نعم رئيس الوزراء مال الدنمارك تقول لهم ما لكم علاقه، يعني لا تخافون، يعني بس خلوكم بالبيوت وتجنبوا الاصابات الهواي على مود نقدر نفتح. بس عندنا المدارس فاتحه، يعني الاطفال من اعمارهم 10 سنوات وجوا يروحون المدارس عادي. اي الو سلام. على
نعم اخوي وياك. ها وياكم وياكم. اي مو وصلت هذا الولد يجيب لي شاي من القهوه. انا قريب انا انت شكوا عليكم. هاي اقول لك شكوا عليكم جاي يضربون شاي وكباب كباب من محل بيت شو اسمه بيت غني الله يرحمه ومرتاحين. ها شكوا عليكم. لا تدفعون لو لا تدفعون مي لا تدفعون كهرباء لا تدفعون كل شيء ما تدفعون. عمي وينك ويش حكي وين ما تدفعون كهرباء؟ ها كل شيء ندفع والله. لا لا والله والله العظيم شوف شوف هذا البلد يعني هذا البلد هيك شيء بسيط بي بس العراق المفروض العراق المفروض البلدان هذاي الدول الاجنبيه تجي تشتغل عندكم المفروض هيك. اي نعم اي والله هسه خلينا بالوضع الصحي اليومكم يعني الاصابات اعدادها شغلاتها شلون يعني فيها خطوره اكو مجال العالم تطلع برا مثل المنتزهات الاسواق شلون اقول لك هسه عندنا المنتزهات والشوارع والهاي مو مشكله بس المحلات يعني عندنا كلها مقفوله مثلا شو اسمه القاعات مال الرياضه مقفوله ممنوع نعم اي بس هذا اقول لك الكورنيش البره مو ممنوع اطلع برا ايش قد من الصبح لليل اي وخليكم ما خليكم اكثر من خمسه ممنوع اكثر من خمسه ما يلتقون نعم اي وهاي هذا النوع الثاني البريطاني هذا اكثر شيء ينتشر بالاطفال الاطفال يكونون حاملين للعدوى يعني حاملين الفيروس ويعدون الباقين بس ماكو خطوره عليهم ماكو خطوره عليهم يعني يصير عندهم درجه حراره عاديه صداع كثر من السوائل يشربون سوائل لازم هواي مي يعني مي اكثر شيء مي مو عصاير وما ادري شنو ابو زيد اه عيني ما تشوف الفيروس بالوقت الحاضر قلت خطورته عن اول ايامه قبل العام يعني والله شوف غير الدول مسدوده ابو عبد الله انتم شبيكم يعني اسب شرفك احنا الدوله مالتنا معتمده على الاستيراد والتصدير والسفر والامه غير ساديها قافليها نعم اي قافلين قاعدين وساكتين ماكو سفر يعني الحالات الطارئه للحالات المرضيه اكو سفر ابو عبد الله يعني الدنمارك يصدر اجبان ويصدر كهرباء ويصدر مواد غذائيه ويصدر خنزير بالشهر يصدر حوالي 50 مليون 100 مليون دولار هسه ماكو غير شغل ماكو كلها المعامل كلها مبطله واقفه يعني شلون هم شلون قضوا على الفيروس هنا باوروبا غير قعدوا الناس ببيوتها وقعدوا نعم بس يعني من ناحيه الدراسه للاطفال يعني الابتدائيه المتوسطه انت اولادك بالمدرسه يعني شنو الاوضاع الابتدائيه فاتحين الابتدائيه فاتحين قلت لك من العشر سنوات وجوا من العشر سنوات وجوا عادي يروحون للمدارس والصف ما بي اكثر من 16 نفر 16 17 يعني نفس الشيء بس الناس سدوها اي وانتم بالعراق حبيبي يعني هسه انتم بالناحيه بجصان المفروض هواي افضل من الكود ها اي المفروض تاخذون اطفالكم نعم. عوائلكم وترحون بالتشول بالبساتين يعني تاخذوهم من الصبح للظهر يتعبون ويرجعون وبعدين من العصريه تاخذوهم هم لغاد للمشروع لغاد لام العراب القرى يتونسون يلعبون طوبه يلعبون شيء ويرجعون الساعه 8 يسبحون وينامون هاي الاطفال هيك ما يصير يعني عم احنا ما عندنا اولاد ما عندنا لا عندنا اولاد اقول لك عنده اولاد اخويا ال 11 12 بالليل للوحده ما يصير هذا الحكي كله غلط بغلط قصدك السهر يعني طبعا السهر وخاصه للاطفال شلون يخلوهم يسهرون 11 12 بالليل هنا بالدنمارك او باوروبا الساعه ب 11 ب 8 بالليل الطفل نايم مفرش اسنانه وسابح وداخل بفراشه ونايم
عمي وين كويت؟ احنا بالعراق انا هذول عندي جهال الساعه 12 بالليل يعني يجي العشاء الثالث والرابع. بشرفك شلون راح يصيرون عباقره وعلماء واثرياء شلونها؟ وما شوف هسه العراق اكثر شيء من كل 100,000 واحد يطلع واحد دكتور. اقول لك لا حجي بشير يسلم عليك من برا. وعليكم السلام ابو زيد. حجي بشير يسلم عليك. الله يحفظك حجي بشير. منصور اخو عريبي وسلمان منصور الله يرحمهم. الله يرحمهم يا رب. الله يحفظ اولادهم يا رب. سلمنا على رسول رسول عريبي. خلينا بكره ابو زيد خلينا بالدراسه. بعدنا بالدراسه بالمدرسه. اي اوضاع الاطفال الاصابات وما خطوره عليهم يعني. الاطفال شوف يعني يضربهم الفيروس بس ما عليهم يعني لا سمح الله ما يموتون او شيء. يصير عندهم انفلونزا عاديه. ها نعم نعم. يحتاج لهم الحراره مالته يعني حتى اذا توصل 38 39 خلي الجسم. هاي الدكاتره هيك ينصحون يعني. صار بنت قبل فترة تمرضت قالوا لا تطيها بنوديل لا تطوها مخفض حرارة خلي الجسم مالته هو يقاوم. نعم اي بس هم شنو نعم. المشكلة ويا. المشكلة الأطفال مو يشيلون الفيروس يجيبوه الأمهم وأبوهم يجيبوه الجدهم الأبو وأبوهم يجيبوه الأم أمهم. هذول عندهم أمراض مزمنة أو ناس كبار بالعمر يموتون بالمرض بالفيروس. صحيح أبو زيد. طلع لنا أكثر مناظر عندكم يعني أكثر مناظر. والله هاي وصلت لآخر مكان مع الميناء يعني هذا. إذا أكو أسواق مو مشكلة هم نحب نشوف يعني. إذا أكو أسواق إيه أكو أسواق بعد لي غاد توه يعني ارجع ارجوع. عندنا سوبر ماركتات كبار يعني وهاي كل شيء موجود بيها كل شيء موجود شو تريد موجود. زين الاسعار شلون هي بكم؟ الاسعار شلون هي بكم؟ والله الاسعار صعدت سلام. احنا بالشتاء يصعد كل شيء. لا بس واعتياد يعني هي البضائع كلها اصليه عندكم يعني مو مثل اشكال والوان. احنا هم عندنا مستورده سلام مستورده يعني. اكو مستورد بس نوعيات جيده يعني غير. اي طبعا عندنا مرات نشوف الدجاج مثلا الدجاج اللي ما ماخذ بروتين ما ماخذ فيتامينات. ها يعني دجاج عرب. دجاج عرب ووزنها تقريبا كيلو وين سعرها حوالي يطلع عندكم 12,000 عراقي الدجاجه. زين نفس السعر احنا ب10 ب8 هنا ومو شيء يعني. اي يعني تقريبا زين. وزنها بس. يعني الدجاج عرب سمين. سمين حوالي كيلوان ونص وما ماكل بروتين وما ماكل دواء ومواد كيميائيه. حوالي زين هذا بالطبخ شلون يستوي؟ بالطبخ يستوي لو هم مثل اللاستيك يمنا هنا جرب لا فيها وما يستوي وطعمه كلش طيب بس خليه على درجه حراره شوي درجه حراره زينه هذا وادخل نعم. وادخل على ما قلنا على مره نصير ابراهيم مسلم يسلم عليك. سلمنا على نصير رحم الله والديك قلبي. سلمنا على ابو احمد المواقف المشرفه يعني الاعمال الخير مال جستان مال البناء. الله يحفظه يا رب والله يستر عليه. وسلمنا على ابو احمد على خليل ابراهيم سلم يعني وعلى قاسم وعلى الجماعه كلهم عيوني الله يحفظكم ان شاء الله. هسه خلينا بالبضائع اللي عندكم المستورده يعني الاسعار زينه يمكم؟ يعني عندنا كل شيء مثلا عندنا التليفون جهاز الايفون هذا الجهاز الايفون 12 نعم اي هذا سعره 1500 دولار سلام. يبنى هم نفس الشيء. اي عليه جارنتي مثلا عليه جارنتي سنتين انه لا سامح الله اذا خرب
تراجع على الشركة يعطوك واحد جديد إذا عطل. نعم يعني بضمان. بضمان إيه. وعندنا مثلاً يعني السيارات هنا غالية، السيارات غالية، السيارات عندنا ألماني، سويدي، أمريكي، كلش غالية هاي. بس ترجع المواد الغذائية كلش صعدت، يعني واي صعدت بسبب الفيروس كورونا. صحيح صحيح. كل مكان هو الوضع صح. عندنا البنزين غالي. البنزين غالي. يعني في موضوع خارج، يعني خارج عن موضوعنا. يعني أنت مواجه صعوبات يوم ما وصلت لهذا البلد، شلون وصلت، شلون استقريت، اللغة شلون تعلمتها، يعني مختصر سريع. شوف أنا يعني مختصر راح أعطيك، يراد لها ساعتين ثلاثة حكي. لا لا اختصرها لي يعني بأربعة بخمس دقائق. خوش الموضوع ما في تعرف بالحصار الاقتصادي. تبي أسنة طلعت من العراق؟ طلعت بال96 بال96 للأردن لسوريا. طلعت للأردن بال96. نعم. طلعت للأردن، اشتغلت تقريبا سنتين ونص. جمعت لي مبلغ فيه حوالي 5000 دولار، وذاك المبلغ كان. نعم. زين قوي يعني 5000 دولار بال99 صارن. وطلعت وين الوجهة مالتي؟ لاستراليا، يعني القارة آسيا لاستراليا. وصلت استراليا يعني بعد ما سافرت من الأردن لماليزيا، ومن ماليزيا لأندونيسيا، ومن أندونيسيا لاستراليا عن طريق البحر. باستراليا بقيت سنتين محجوز. محجوز يعني محجوز باستراليا؟ اي مسجونين احنا لاجئين. اي محجوزين لأن دخلنا استراليا عن طريق الطرق الغير شرعية، قاچق. اي وبعدين اجت الامم المتحده يسموها اليو ان، حققت ويانا. نعم. حسبونا لاجئين بسنه 2000. نعم. وطلع لنا شنو بعدين؟ طلع لنا التوطين، يعني كل واحد يودوه على دوله، يودون الملف مالتك لامريكا، نيوزيلندا، السويد، الدنمارك، النرويج، يا دوله تقبلك. نعم. فقبلتني انا الدنمارك. وراها يعني سنة 2002 دخلت الدنمارك. يعني قصدك الخيار يم الدول، يعني هي تقبل وما تقبل يم. اي يعني ودوا الملف مالتي، هشام صالح مهدي كذا، مواليد كذا. نعم. هالقد عمره، ودوا الامريكا العشر دول ياهل يقبل بي. قبلت الدنمارك، رجعون رجوع من استراليا الى اوروبا. نعم. اي قبلت كلاجئ سياسي وين؟ بالدنمارك. 2002 جيت هنا، يعني قبل سقوط صدام سنة. بال 2002 انت بالدنمارك؟ اي وصلت الدنمارك، يعني قبلوني لاجي ووصلت الدنمارك 2002 وتوطنت وهاي الامور، يعني عن طريق الامم المتحدة. بعد ما معانات حوالي سنتين ثلاثة من عمري راحن على الامور القاچق، وين راحت؟ على طريق استراليا ونيوزيلندا وماليزيا وما ادري شنو، هاي كل هاي الوقت راح والفلوس راحت، ويعني انفقدت يعني لا عندي. انفقدت بالبحر. اقول لك هي ست محاولات انا محاول بالبحر بالمحيط الهادي من اندونيسيا لاستراليا، ست محاولات واحنا 400 نفر بالسفينه. الجسد ما يخاف عليه، عرف يسبح. اقول لك ورانا لا ما عندك حل. انا بعد جوازاتنا راحت لاندونيسيا. نعم. ورانا نرجع للعراق، صدام حسين يتلقانا، وما عندنا غير الحل انه تواصل الطريق وخلص. هاي هي يلا هسه حلت تتلقاك، رغودة تتلقاك. والله انتوا انطيتوها اكثر، يعني انطوها اكثر من، يعني هي ما جت شيء جديد، يعني هي من المقابلات كلها نفس الحكي نفسها. ما انتوا انطيتوها اكثر من، اي انتوا انطيتوها اكثر من حسها. على كل عقنا من الموضوع، مو مستحب واحد يسولف، يعودنا عقنا من الموضوع. لا خليني يولون بعد. اي والله بالنسبه للقانون يمكم، القانون شلون غاد بالدنمارك، يعني القوانين مال الدوله.
ماكو محسوبيات عرفوا متواصلات كلها ماشيه سوا اكو حشاير شلون وضعكم غادي يعني وين اكو هيك سلام لا اقول يعني شنو وضعكم غادي احنا ما نعرف والله انا ما اعرف بالنسبه لي ادري اعرف بس ما اقول لك اذا لقيت اذا لقيت شرطي واحد شرطي اي ها ياخذ له دولار لا يعل... مو يفضحوا فضيحه اول شيء ينفصل من وظيفته ثاني شيء بعد ما يتوظف باي دوائر الدوله اي دوائر الدوله ما يتوظف يعني يقول له روح افتح لك محل مال شاورما بيع شاورما مطعم بعد ما لك اي وظيفه شربت. بالدوله اي وظيفه بالدوله مالك لان اخذت رشوه ورسبت بالامتحان مالت الامانه والثقه يا باي اي كبيره هاي الحكايه مال الامانه طبعا طبعا ليش البلد شلون يبنوا غير بالامانه والثقه وعدم والإخلاص والإخلاص والوطنية ما عندهم هاي رشوة وما أدري شنو أنت زين بعدين إحنا من ناحية العشائر ما عندهم لا عشائر ولا بطيخ يعني عشائر يعني إحنا احترام للعشائر وشيوخنا الأصلاء اللي عندهم مروة وعندهم نخوة ها هنا مثلا هنا ما تملك سيارة سلام ما تملك سيارة دم عليها شو اسمه عليها تأمين أي تأمين عن يعني إذا ضربت سيارتي الشركة مال تأمين مالتك نعم ها هي تصلح سيارتي وإذا أنا متت أنت شركة التأمين هي تدفع فلوس لعائلتي هي تدفع فلوس راتبي إلى مدى الحياة راتب التقاعدي راتب المدري شنو كله شركة التأمين تدفع لأن أنت موتتني بسيارتك سولفنا هذا الحادث اللي سويته بالبايسيكل قبل فترة أنا طبعا اتطرقت إلى هاي مال الحادث البسيط هاي مال أي قلت لك يعني قلت لك بالشغل أنا بالشغل وواقف وكان أكو مطر وظلمة وجت وحدة هي دخلت علي وقلت رب طاحت على البني ها يعني ان شاء الله بسيطه بسيطه بس هي شنو لابسه نظارات يعني هي عيونها ما ادري شلونها والبايسيكل مالتها انكسر فانا ما سويت كل شيء اجى البوليس واجت الاسعاف اخذتها خلال 3 دقائق الاسعاف وصلت ما توصل خلال 10 ساعات خلال 3 دقائق في الدنمارك الاسعاف لازم موجوده بالحادث لاحظ كملوها أخذوها ما بيها شيء النظارات انكسرت سعرها 1300 دولار النظارات شركة التأمين هي دفعتها البايسيكل كل شيء ما دفعت البايسيكل انكسر شركة التأمين هي دفعتها أنا على شركة الشغل ونفس الشيء أنا هم عندي سيارة عندي شركة خاصة مال التأمين فما ما يصير عندنا مشاكل مثلا تصير عشائر وجيب رئيس القبيلة ورئيس العشيرة ويقعدون هاي ما موجودة بأوروبا ما موجودة هم ذولاك يختلفون عن النظام لا هو شركة التأمين المن وخليها يعني أنا أدفع بالشهر حوالي 80 دولار على السيارة مالتي بالشهر 80 دولار شركة التأمين داعم ما ادري شنو هاي ادفع حتى لو ما مسوي اي حادث سلام نعم بس انت من صحيح عندك شغله وما يتكفلوا اي مثلا انقلبت سيارتي لا سمح الله يقيموها ايش قد بالسوق ايش قد سعرها ويقيموها ويعطوني سياره مكانها لو فلوس نعم هاي القوانين هي شعتهم هاي الامور يعني اذا موتت واحد بالشارع انا ما لي علاقه بيه بعد المحكمة تحكم علي مثلا يقولوا لي ما تسوق سيارة مدة سنتين بعد ها؟ اي وتطلع اجازة سوق جديدة بس هذا المات شركة التأمين تاخذ هم يدفعون فلوس العائلة هذا اللي توفى هم يدفعون الراتب مالته طول حياته زوجته نعم يعني مو مثلنا بالعراق ينفصل 10 مليون او 20 مليون وتخلص بعد اي لا ذاك مستمر يعني حتى اذا يتوفى
لا سمح الله شخص يعني الشركة ضد تدفع على مدى الحياة جهالة. أنا عندي صديقي يعني توفى يعني هو جاي سوق سيارة وضرب شجرة ها؟ إيه ضرب شجرة وتوفى بيها شركة التأمين دفعت لابو حوالي ايش اقول لك يعني شقد مثلا 500 ألف كرونة حوالي تقريبا يعني 50 دفتر ما اعرف ايش قد وتعويض للجنازة وتعويض للقبر وهو كان شاب الولد يعني كان شاب ف بعد ما إلى تقاعد يعني كان يدرس هو هشام غادي لا سمح الله يعني الله يكفينا الشر يعني توهم عندكم غادي مثل ما يقول مثلنا من نجف يعني مقابر لهم يحرقون الجثث في هالمناطق هاي يعني هم عندهم 70% يحرقون الجثث و 30% يدفنوها بالكنائس يعني حسب الطلب بس المسلمين وين يطون وجوههم لعاد احنا المسلمين عندنا مقابر خاصه مالتنا بس للمسلمين واحنا اكثر شيء الشيعة احنا نوديه للنجف اللي عنده فلوس ها اللي جامع فلوسه نعم. جامع فلوسه وعنده فلوس يشحنوه للنجف اهله ها يعني هيك شيء والما عنده فلوس نجمع له عندنا حسينيات وعندنا مساجد نجمع له واذا هو موصي يروح للنجف نوديه للنجف يعني حوالي تكلف حوالي شقد مثلا 14-15 ألف دولار الشحن مو واي لا مو واي طبعا مو واي بس اكو ناس ما عدا سلام يعني حتى لو عايشه باوروبا ما عدا يعني مو كل المهاجرين وكل اللاجئين عندهم فلوس والله العظيم سلام يعني اكو ناس تفكر انه احنا هنا بالخارج نحوش الفلوس حوش بس والله العظيم تعب وشغل وارهاق وكذا هاي الامور يعني انا ما احكي على مود هاي بس اقول هواي جمعنا فلوس الناس خطيه كبار بالعمر وديناهم للعراق لان ما عندهم ياخذ راتب مال يعني شو يسموه الرعايه او مع كذا تكفيه ما عنده شغل يعني تكفي ايجار البيت تكفي مصروفه اكله وشربه بس ما تخلي يعيش لوكسوس يعني لوكسوس عنده سيارة عنده سفر مرتين ثلاثة بالسنة ما يقدر يعيش هاي العيشة يعني يقدر يأكل يعني ويشرب يعني المتعين أفضل غادي داروا أكثر الدولة المتعين واللي عنده شغل هواي أفضل من اللي يأخذ يعني شو اسمه معونة من الدولة هنا بأوروبا صحيح إيه صحيح يعني انا اللي ياخذ معونه حوالي ياخذ 2000 دولار بالشهر المعونه 2000 دولار للشخص الواحد اذا انت وزوجتك تقريبا 4000 دولار زائدا يعطون فلوس للاطفال كل شهر 150-200 دولار ها بس عندنا الايجار مثلا الايجار هو والمي والكهرباء حوالي 1500 2000 اذا صرفت هواي مي وكهرباء وحراره وما ادري شنو يصير بال 2000 دولار ايجارك بالشهر زين هشام عندنا بس 8 دقائق وقت شلون وضعكم بالجو البارد غادي والثلوج والهاي شلون مرهميه يعني متعودين شنو وضعكم عندنا 8 دقائق اقول لك هنا هذا الشعوب هنا اذا ما ينزل ثلج بالسنه اكثر من 10 مرات ما يحسون بالشتاء مالتهم ما يحسون ولا يعتبروه شتاء ولا يعتبروه برد اذا ما ينزل ثلج زين عندكم صيف غاد عندكم صيف اي الصيف عندنا يبلش من شهر الثالث الربيع الشهر الثالث ها صيفكم مثل صيفنا ودرجه الحراره ايش قد يمكم هم 50 و48 و53 درجه الحراره عندنا ما ترتفع عن العشرين 20 اي 20 وجوه يعني ابد ما ترتفع عن 20 وجوه الصيف بس عندهم هاي ال 20 كلش حاره موت احمر عندهم اي والله العظيم تعرف هذا البطريق متعلم على الجو البارد لا هم يقولون هاي الشمس مالتنا نازله يعني نازله كلش للعرب
من يصير 20 والله يعني قبل نازله بس انت إيه؟ لما عم مستمرين يسلمون عليك ترى بالتعليقات. الله يسلمكم يعني. رحم الله والديكم حبيب اخوكم لكن ابو محمد حمزه رحيم هم وياك حمزه رحيم حمزه الايام ماكو فيديوهات راح معنا روح امي ماكو مطر وهذا سلام ترى دعموه وساندوه بقناه اليوتيوب رحم الله والديكم يعني حوالي احنا ايش قد 60 70 الف السلام وهشام قناه يم اصلا اصلا بل ايش عندي شاب اثنين بيها يعني شلون شرب بيها هي كلها مواضيع قصاني والله شوف هي هم على تراثنا بس سلام انا اسنتوا انتوا بالمدينه بالقريه اقول بالناحيه طلع الاطفال برا طلعوهم برا يعني برا لا تخلوهم محبوسين بالبيت لو بالشارع هاي الشولة الشكاير رفسيل ايه على المشروع بس بقى عندنا كم دقيقه خليها على النظافه اليومكم على ان شاء الله منا لقاء جديد وياك بعد خمس دقائق خمس دقائق شوف النظافه عندنا كل منطقه بس ولو تحكي طلع لنا مناظر من تحكي يعني اريد اشوف مناظركم غاد يعني اخويا هو انا قلت لك انا اليوم هنا بهذا الميناء مالت يعني قصدي يمشي واحكي وياي طلع لنا الميناء طلع لنا العمارات البنايات يعني وسولف لنا عن النظافه شوف هاي المحلات مال بناء سلام هاي المحلات مال بناء نعم انت قاضيها شاي وقهوه وتقول شغل ماكو فلوس ماكو لا مو هذا حيدر صاحبك حيدر صادق خضوري هنا حيدر سلم لنا على حيدر قلبه اقول لك كان وياكم غاد اقول لكم اكو شيء نصيحه يعني اذا 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 الرزق وقف بجصان بالكوت هاي غير تطلعون ابنائكم يطلعون ابنائهم غير محافظات للأردن مشوهم خلي يروحون يشتغلون ها والله انا ادري شو طلع والله لا انا ادري شو طلع والله ما اعرف شو اقول لك انا ادري شيء لا صحيح يعني الرزق وقف بجصان بدره بالكوت بهاي غير يطلعون غير محافظات تعرف بالعراق ايش قد اكو شغل عماله من غير العراقيين مليون ونص عمال من غير العراق مليون ونص موجودين انت شوفهم كربلاء ونجف هم يديرون الفنادق يديرون مطاعم هذول منين دخلوا منين اجوا شلون اوراقهم الرسميه وين هاي يدخلون الرسمي هذا سعودي هم يسلم عليك سعد غدير هم يسلم عليك سعد غدير نعم حبيبي على راسي الله يحفظكم قلبي اشكركم عيوني نعم. من ناحيه النظافه شوف هذا هسه هنا شوف هذا الشارع بي قطف مال شكاير ورقه شيء كل شيء ماكو والله إيه. نعم هم الشعب دبوه بالمكان المناسب يعني ماكو وبعدين نعم. الحاويات مال الزباله سلام حاويه نعم. الاكل لها حاويه الاكل نعم والاوراق البلاستيك هم نفس الشيء ايه الكرتونات لها حاويه خاصه القواطي مال القزاز لها حاويه خاصه يعني ماكو الدبن كلهم بمكان واحد ممنوع هذا يعني هذني هم يدخلن بعاده التدوير هذني الكراتين والقزاز طبعاً الدنمارك تستورد زباله على مود يسووها طاقه ويسووها البلاستيك شوف هذا على الكورنيش وين؟ نعم هذا شوفه ايه هذا يذبون بيه زباله على الكورنيش يعني بلد نظيف سلام يعني هاي المعامل كلها هاي يعيدون البلاستيك يعيدون القزاز يعيدون الكراتين يعيدون هذا عندنا الاشجار وش اسمه الناس تحش ومال الحدايق وهاي لها مكان خاص يعيدوها يسووا تربة يعني قد هو البشر هو يعني يطلب النظافة يعني تقول إن إحنا شمر بيطلب داير وهاي أقول لك الدنمارك تستورد شام باو علي عندي دقيقة واحدة باو علي نختم بالدقيقة أي أقبالك الإمام مسلم علي نختم هذا إن شاء الله بالجايات نتصل الله يسلمكم ورحمة الله والدين جزاكم الله خيرا نتصل
نتصل ان شاء الله حبيبي نسولف. سلمنا على الجماعه رحم الله والديك. اشكرك سلام عليكم قلبي. السلام الله يوفقكم. نتخابر نتخابر قلبي نتخابر. سلمنا ان شاء الله لقاء جديد ان شاء الله في امان الله ان شاء